في مسرح أكاديمية شارقة للنقل البحري في مدينة خرفكان، حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس الأكاديمية، حضر سموه تخريج الدفعة الأولى من طلبة الأكاديمية والتي ضمت 31 خريجا وخريجة. عقب دخول صاحب السمو حاكم الشارقة وراعي الحفل، استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليبدأ بعد ذلك دخول الخريجين والخريجات لاعتلاء منصة التخريج. عقب ذلك ألقى الدكتور هاشم الزعابي مدير الأكاديمية كلمة توجه من خلالها بالتهنئة إلى صاحب السمو بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من الطلبة، موضحا أن هذا اليوم سيمثل لحظة تاريخية وفارقة. لقد أدركتم يا صاحب السمو منذ البداية أهمية القطاع البحري كأحد المحاور الرئيسية في التنمية المستدامة، وكنتم أنتم الداعم الأول لإطلاق هذا الصرح التعليمي الفريد الذي يعزز مكانة إمارة الشارقة كمنارة للعلم والمعرفة على المستوى الإقليمي والدولي. منذ تأسيس الأكاديمية كانت توجيهاتكم يا صاحب السمو تركز على أن النجاح لا يتحقق إلا بالتفاني والالتزام بتقديم الأفضل لأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الأكاديمية. ثم تمت دعوة صاحب السمو حاكم الشارقة لإلقاء كلمته بهذه المناسبة. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات أكاديمية الشارقة للنقل البحري، زملائي وزميلاتي أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم سعداء بتخريج هذه الدفعة من طلبة وطالبات أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والتي لم نتأكد نحن أننا سنمضي بها حتى هذا المستوى الذي نالوه في هذه الأكاديمية. دعونا نستعرض مسيرة هذه الأكاديمية. لقد بدأت أكاديمية الشارقة للعلوم للنقل البحري عندما كانت تابعة لجامعة الدول العربية ممثلة في أكاديمية الإسكندرية، وكان ذلك في منتصف ديسمبر، ومشت الأمور، وفي ذلك نحتسب أن الدراسة بدأت من أول يناير سنة 20. ومرت السنوات وهي السنوات الأربع الدراسية حتى إذا ما وصلنا إلى عام 2023 وهي سنة التخرج، كان المفروض أن ينتقل الطلبة على ظهور السفن للتدريب، وتقوم جهة الاعتماد الأكاديمي باعتماد الشهادة التي سنعطيها لأبنائنا وبناتنا. وإذا الاعتماد الأكاديمي يقول الشهادة غير مكتملة،
والعلم ناقص وغير مكتمل. أما حكاية السفن فقد رفضوا بناتنا وأبنائنا أن يعتلوا سفنا لأنهم ليس لديهم العلم الذي يؤهلهم. في هذه اللحظة، كان ذلك في شهر مارس ولم يبقى شيء لهذه السنة، فاستلمنا الأكاديمية، وكانت مناسبة أن العقد الذي كان بيننا وبين أكاديمية الإسكندرية قد انتهى، فاعتذرنا لهم وقررنا أن نبدأ ونضيف سنة إضافية، حتى يعني اعتذرنا للطلبة والطالبات. ولا تعلمون كم من الجهد بذل وكم من العناء والسهر من إدارة الأكاديمية وأساتذتها والدوائر الحكومية كلها، والكل يعمل وكأنهم في خلية نحل. وارتقت ما هي إلا أيام وليالي وإذا السفن تنزل سلالمها ليصعد أبنائنا وبناتنا عليها. وإذا الموافقة تأتي من الاعتماد الأكاديمي، شهادتكم مكتملة. الآن أين ذهبوا الأبناء؟ أين ذهبوا البنات؟ وصلوا إلى البرازيل، وصلوا إلى شواطئ أمريكا، وصلوا إلى سنغافورة، وصلوا إلى الدنيا، ومعظمهم بنات، والتقارير تشهد على كفاءتهم. الآن يكمل هؤلاء الدراسة الكاملة، وجدير بنا أن نقدم تلك الشهادة، لأننا نطمئن أنهم سيكونون على نفس ثقتنا بهم. اليوم نحن سعداء بهذا الإنجاز، وهل هؤلاء ثمرة هذا الجهد وثمرة هذا العناء يذهبون إلى أماكن أخرى؟ لا أبدا، حضننا أدفأ لهم. نحن نقول قبل الخروج من هذه القاعة هذه الوظائف. نحن أولى بكم، ولو أن هناك يلتفت إلينا الآخرون ويطلبون هؤلاء الخريجين على سفنهم وفي موادئهم، ونحن نقول ستأتيكم الأعداد عظيمة واثقة من نفسهم. والحمد لله، هذا اليوم يوم حصاد، وهذا اليوم يوم بداية المسيرة العملية. نقول لأبنائنا وبناتنا، نقول ثقوا بنفسكم، فأنتم بهذا المستوى وبهذه الأخبار التي انتشرت في الدنيا عنكم، الآن الطلب بالانتساب طلاب وطالبات من كثير من الدول، الآن في حد منهم وصل وحد يصل، ونلاحظ أن هذه
الأكاديمية ستصبح بها من أجناس منطقة الخليج والعرب والجيران، ونكون نحن مع هذه الإدارة الجيدة ومع هذا الذكاء من الطلبة والطالبات، نكون نفاخر بهذا المنجز العظيم. تمنياتنا لهم بالتوفيق، ونقول لآبائهم وأمهاتهم شكراً على التربية، وشكراً على المثابرة، وشكراً على الصبر، لأن بعض البنات مرات في أعالي البحار في المحيطات يعني شوي أشجع الرجال يخافون من تلك المواقف وخافاً على بناتهم، فقلنا لهم لا تخافوا، نحن نتابعهم، نحن نسأل عنهم. والحمد لله خاصية الأماكن وخصوصاً للبنات خاصية خاصة، ولذلك اعتمدنا أن يكون بتلك السفن حجر خاصة بالبنات، مطابخ خاصة بهم، لأن قالوا أكلهم ما ينفع يعني يقولون أكل بحارة، يقول لهم لو الظاهر يعني يقول حق الأمهات مأكلين إن أنتوا شيء طيب يعني، فقلنا لهم اطبخوا لنفسكم. فهذه الأيام التي فاتت نحن معهم ونسمع أخبارهم ونسمع يعني تعليقاتهم، لكن اليوم هم سيكونون يقودون بالدرجة الأولى هنا مواني الشارقة ومواني الدولة، ونفتخر أن أبنائنا وبناتنا هم الآن على مستوى عالي من العلم والمعرفة والتدريب والكفاءة والحرص، لأن هذا الانتماء لدولة ستمثلونها أنتم بسيرتكم الحسنة. ونتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة رفقة السادة الحضور عرضا لمادة فيلمية تناولت مراحل دراسة الطلبة في الأكاديمية واجتيازهم للبرامج العلمية كافة. ثم ألقت الخريجة نور عبدالله البلوشي كلمة بالنيابة عن زملائها الخريجين والخريجات، ثمنت فيها دعم واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة اللامحدود، والذي سخر كل السبل لتحقيق كافة الأحلام والطموحات. سيدي صاحب السمو، لقد كنتم خير الأب الراعي والملهم الذي أتاح لنا كل السبل كي نتمكن من تحقيق أحلامنا والوصول إلى تلك اللحظة المتميزة والفارقة في حياتنا وحياة ذوينا. فبفضل رؤيتكم الثاقبة وإيمانكم بأهمية العلم استطعنا أن نرتقي ونحقق نجاحاتنا. ها هي السنوات قد انطوت، وها نحن اليوم نقف في هذه اللحظة الفارقة لنكلل جهودنا على مدار سنوات الدراسة في الأكاديمية بالاحتفال معكم بتخرجنا. لقد واجهنا صعوبات عديدة، فقد كانت رحلتنا مليئة بالتحديات. تعلمنا فيها القيم الأساسية مثل العمل الجماعي والالتزام والانضباط. ختاما تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسليم الشهادات إلى الخريجين والخريجات الذين أنهوا متطلبات التخرج من برنامجي البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة البحرية والنقل البحري، مهنئا إياهم هذا الإنجاز ومتمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية. الحفل حضره إلى جانب سموه كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان،
ومعالي الدكتور عبد الله النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية، وجمع من أهالي الخريجين.